السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأقوال والأعمال. حج مقبول يا حجاج، الله يقبلنا وإياكم. ماذا بعد الحج؟ إيش بعد الحج؟ التزود من الطاعات وفعل الخيرات، الاستمرار عليه. من علامة قبول العمل عند الله عز وجل أن تنشط النفس أكثر إلى العبادة، تتزود أكثر إلى العبادة الحسنة، تقول أختي أختي، وعسى الله يجعلنا وإياكم مقبولين يا رب العالمين. من علامة أعوذ بالله من هذا الحال عدم قبول الطاعة أن تنشط النفس للسيئات، تشتاق النفس للسيئات، لا يفعل الخيرات. أعوذ بالله من هذا الحال. كذلك معنى أن الحسنات يذهبن السيئات، أن السيئة قد تذهب الحسنة. فأسأل الله يجعلنا وإياكم مقبولين، وأسأل الله يجعلنا وإياكم سعينا وعملنا مقبول يا رب العالمين. فلذلك من علامة قبول الطاعة أن تتلوها الطاعة تلو الطاعة تلو الطاعة.